ايه ده؟ انت لسه صاحيه؟ قلقت عليا عشان اتاخرت شويه ولا ايه؟ انت اخدت الفلوس اللي انا كنت شايلها في الدولاب؟ انت صاحي لحد دلوقتي عشان تسالين السؤال الاهبل ده؟ رد عليا يا اكرم، اخدت الفلوس اللي انا شايلاها؟ اخدتها. خير، فلوسي وانا حر فيها. لا مش حر فيها، ما تنساش ان انا مراتك وليا حق زي زيك في الفلوس دي بالظبط. اقدر اعرف صرفت الفلوس دي في ايه؟ جرايه يا ميرفت، انت هتحققي معايا ولا ايه؟ خسرتها على القمار كالعاده. طز ايه يعني؟ بكره هاخد من فتحي فلوس عمليه الليله وبرضه هضيعها على القمار. وبعدين معاكي، انا جاي تعبان وعايز انام، مش طالبه نمر خالص. ده انت عليكي تصرفات تخنق يا اخي. يا اخي حرام عليك، حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده. انت ايه، ما عندكش احساس بالمسؤوليه؟ مسؤوليتي؟ انت ليه محسني ان انت كنت شغاله في التربيه والتعليم؟ انا جبتك من الكباريات واتجوزتك يا هانم. يا اخي يا ريتها دامت، احسن لي مليون مره من العيشه اللي انا عايشاها دي. ايه، حنيتي للكباريه وسطك بياكلك يا روح امك؟ عيب عليك لما تقول لمراتك كلام زي ده. بس مش غريب عليك، ده انت تقول كلام اخطر من كده كمان. وعموما الكباريهات والرقص للزباين احسن مليون مره من العيشه دي. تكونش فاكر نفسك راجل، ده انت وبرتجي وحرامي. اخلصي، انا ارجل منك ومن ابوكي. هتطلع شغل العوالم ده عليا؟ ان كانت امك ما عرفتش تربيكي انا هربيك انت امك. طلعني يا اكرم، طلعني وارحمني. لا هطلعك ولا ارحمك. وريني اخرك اعلى من خيلك الكبير. دي مش عيشه يا اخي، دي عيشه سودا. انا هسيب لك البيت وبشوف هترجعني ازاي. في 60,000 داهيه يا لعن ابو شكلك، ده انت تقرفي الكلب. عارفه الساعه كام؟ انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ وانا من امتى بيجي لي نوم قبل ما اشوفك واطمن عليك؟ ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا باشا؟ ما انت عارفه شغلي ما بيرحمش. انت اللي ما بترحمش نفسك. الشغل عندك اهم حاجه في حياتك، اهم مني ومن سوها كمان. لا 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 لا، انت عارفه كويس قوي ان انت وسوها اغلى حاجه عندي في حياتي كلها. ايوه كل بعالي حلاوه، ما انت عارف اني عبيطه وبحبك وبصدقك. وانا بموت في عبطك ده وبموت فيك. مامي الحقيني يا مامي. سهى 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 مالك؟ سهى مامي عايزه دمي. الحقيني يا مامي، الحقيني يا مامي. يا حبيبتي حبيبتي، انا مامي، انا مامي، انا عايزه اروح. انا مامي حبيبتي، انت مش عارفيني حبيبتي. انا مامي. اهدي يا حبيبتي، خدي اشربي اشربي بس. احكي لي ايه اللي حصل؟ كان بيضربني، كان بيضربني انا وماما، وانا كفايه يا بابا كفايه، لكن هو فضل يضرب فينا، كان عايز يقتلنا انا وماما. بس ده كابوس، ده كابوس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده كابوس. سوا يا حبيبتي، طول ما انا جنبك يا حبيبتي ما تخافيش، ما حدش هيقدر يعمل لك اي حاجه ولا يأذيكي. شفتي بابا بيقول لك ايه؟ اطمني، ما حدش هيقدر يقرب لنا طول ما هو موجود. قولي له ربنا يخليك لي. يلا نامي يا حبيبتي، انا جنبك ما تخافيش. البنات الحلوين يقروا الفاتحه الاول. يلا حاضر. يلا حبيبه ماما، يلا غمضي عينيك يا حبيبتي.
وبعدين يا طارق الصحة صعبان عليا قوي، ما تتصورش هي شافت قد ايه. الله يسامحه باباها كان بيتفنن في تعذيبها وتعذيبي. معلش يا حبيبتي، الحمد لله ربنا رحمك منه من شره. عقاب ربنا فعلا انه يفضل كده هربان العمر كله، بس ربنا يستر وما يرجعش تاني. جرى ايه؟ انا قلت لك انا رايح مليون مره، طول ما انا معاكي اوعي تخافي واوعي تشيلي هم اي حاجه. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. طارق لازم تصدقني لما اقول لك ان انت فعلا هديه ربنا ليا. حبيبتي ربنا يخليكي ليا انت وسهى. ايه بقى؟ ايه؟ هموت من الجوع. في حاجه؟ اكل. حاضر. حاضر. أغير هدومي ونتعشى أحلى عشاء. يلا. ده أنا صاحية من بدري ومجهزة الفطار وقلت أسيبك تنام شوية عشان راجع أنت وش الفجر. وأنا كمان ظبطت المنبه، خفت أتسوح. أروح الشغل متأخر أسمع لي كلمتين من ست طارق. هو طارق ده مش ناوي يرحمكوا شوية ويرحم نفسه؟ هو وراه إيه غير الشغل؟ إحنا نتعب ونشقى وهو يترقى على قفانا. يلا ربنا يقويك. قوم يلا اغسل وشك وحصلني على طول عشان نفطر سوا. وراك يا جميل. خرجت للصالة وما لقيتكيش كنت واثق ان انا هلاقيكي هنا. ما انت عارف ان انا بحب البيت كله يبقى مترتب ونضيف. لا وبالذات الاوضه دي. فاكر يا معتز؟ فاكر اول ما اتجوزنا عملنا الاوضه دي على مزاجنا علشان نستقبل فيها اول مولود لينا. انت ليه بتقلبي المواجهه يا حنان؟ ما انا قلت لك لا انا ولا انت لينا يد في عدم الخلفه. ما هو ده اللي معذبني. لو يبقى في سبب واحد بس. يا حنان انت بتعذبي نفسك وتعذبيني معاكي. كفايه بقى اللي انا شايفه في الشغل، مش هيبقى عذاب هنا وهناك. خلص بقى يا معتز، ما تخلينيش اندم اني دخلت الاوضه وانت موجود في البيت وعملت لك مود وحش وانت نازل الشغل. يلا بينا يلا بينا نخرج بقى يلا. ده حتى المدرسين بتوعها لاحظوا انها دايما منطويه ومش عايزه تتكلم خالص. بالعكس يا نورهان، انا شايف ان هي بتتحسن شويه بشويه. انا مش شايفه كده. انت مش قاعد معانا طول الوقت، انا شايفه ان حالتها بتسوء يا طارق. يا نورهان ازاي يا حبيبتي؟ انت ناسي اول ما اتجوزنا ما كانتش بتتكلم خالص. فعلا. طيب انا متاكد ان هي مع الوقت هتبقى كويسه. يا ده انا اتاخرت على الشغل قوي. اتاخرت ده ايه؟ ده انت راجع امبارح وش الفجر. بسرعه يلا بالهنا والشفا. ايه ده؟ انت مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ لا انا قاعده طول النهار لوحدي، ممكن اكل في اي وقت. المهم كل انت، انت اللي بتشقى وبتشتغل واوقات كتير قوي بتنسى نفسك. على رأيك والله، الواحد شغال في شغلانة تنسي الواحد اسمه. أهم حاجة إنك تاخد بالك من نفسك. أنا ماليش حد في الدنيا غيرك. ربنا يسترها يا حبيبتي. ويخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبداً. أنا النهاردة هخرج شوية أقابل نورهان لأني بقالي كتير ما شفتهاش وحشاني. والله نورهان دي شهيدة ست طارق. لأنه عايش لي في الدور على الآخر. والله أي واحدة متجوزة ضابط بوليس الله يكون في عونها، واسألني أنا. أهلا يا سعادة الباشا. جماعة صحيين ولا نايمين؟ صحيين يا فندم في الجنة. اتفضل. بتطقطق ليه؟ ده بابا. مش كل ما يجي تاخد بعضك وتمشي قبل ما تقعد معايا عشان خاطري، عشان خاطري يا طارق، عشان خاطري يا حبيبي. معلش معلش. اهلا اهلا يا بابا. ده الدنيا كلها نورت يا حبيبي، وحشتني وحشتني موت. وحشتك يا بكاشة. طب كنت سألي عليا؟ أنا لو عليا أجي أسأل عليك وما سيبكش لحظة واحدة، بس معلش أنت عارف بقى ظروف سهى.
وهي عاملة إيه؟ أهو الحمد لله كل ساعة في حال. ها؟ القهوة في ساعة. يا طارق أخبار شغلك إيه؟ الحمد لله ماشية. شكلك كنت ماشي يعني، بس أكيد حاض محرك شوية طبعا. لا 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 مفيش داعي، أنا ما بحبش المجاملات الخايبة دي، أنا صاحب بيت ومش غريب. في دي عندك حق يا باشا، حضرتك صاحب بيت فعلا. طيب خلاص روح شوف شغلك وأنا قاعد مع نورهان شوية وبعدين هطلع على المجموعة. بعد إذنكم. يا حبيبي هطمن عليك أول ما توصل إن شاء الله. ها؟ اقعدي مع بابا. خد بالك من نفسك. إيه يا بابا؟ حبيبي؟ آه يا بابا، على فكرة ده جوزي. وبعدين حضرتك هتفضل لحد إمتى تعامل طارق بالطريقة دي؟ أنا بعامله كويس جدا. أعامله إزاي يعني؟ أعمل إيه؟ أنا بعتبره شربة ولازم أشربها للآخر عشان خاطرك يا ستي وخاطر سوها. شربة؟ لا، أنا شايفة إن حضرتك غلطان. لازم تبقى عارف حضرتك إن طارق أنا ما حبيتش في الدنيا ولا هحب بعده. ولما وافقت إني أتجوز شكري قلت حاضر وسمعت الكلام. عذبني وراني الويل أنا وبنتي. كفاية قوي إن طارق وافق إنه يتجوزني بعد كل اللي حصل. اسمعي يا نورهان، أنا لما جوزتك شكري ده كان عشان مصلحتك، لكن للأسف طلع ندل وجبان ونصاب سادي، بس أنا دفعته الثمن غالي قوي. ما تنسيش إن أنا وافقت إنك تتجوزي الجدع ده المنفوخ على الفاضي. بس أنا بحبه ومرتاحة معاه ونفسي بقى تشيله من دماغك يا بابا. حاضر يا ستي، هشيله من دماغي، هشيله من دماغي خالص. المهم دلوقتي سوا عاملة إيه؟ الحمد لله بقت كويسة، يوم كده ويوم كده، مع الوقت هتتحسن. ميرسي قوي يا أمينة. بصي طارق بتاعك ده يا ترى بيعملها كويس ولا لأ؟ طارق مفيش أحن منه عليها يا بابا. نعم؟ مفيش أحن منه عليها يا بابا. ما لازم يبقى حنين غصب عن اللي جابوه، لازم يبقى حنين من يوم ما اتجوزك وهو عايش في خيرنا، لازم يبقى حنين. يا بابا حرام عليك، ليه مصر كل شوية تفكرني بالفلوس؟ على فكرة اللي بيني وبين طارق أكبر وأعظم من كده بكتير. ما تبقيش عبيطة بس، أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك أنت. خدي أنا جددت لك الفيزا علشان ما تحتاجيش لحد، ما أنا عارف إن الباشا بتاعك مرتبه على قده، بيقبض ملاليم. بابا من فضلك، أنا ممكن قوي أعيش بمرتب طارق وما أحتاجش أي حاجة من حضرتك. بلاش هبل وشغل عيال، امسكي. ربنا ما يحرمناش من حضرتك.